كل شيء في سبيل الاهلي هون، وهقول لكم واطمنكم على احوال البعثه بالظبط. النهارده الصبح كله صحي بدري قوي، الحق قوم. اللجنه جت، لجنه الفيفا والمسحه الرخمه اللي انت لا بتضيق. هي رخامه المسحه مش بس في المعاناه منها، ولكن في توقيتها. احنا نايمين الفجر امبارح الساعه 5، الحق اصحى 9. تسعة كنا بننط عشان نلحق المسحه المؤهله طبعا دي مسحه المباراه، واحنا لما بنتكلم على مسحه مباراه في السيمي فاينل، فبالتالي كان الكل بيترقب ده، الخوف انه اي لاعب او لا قدر الله مدرب او غيره تيجي نتيجته ايجابيه معناها انه هيغيب عن المباراه لا محاله. هنا الاجراءات انت بتتكلم في 10 ايام، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لغايه دلوقتي الراجل لسه في الحجز الطبي في الفندق الخاص بالعزل. اسعد واحد بنتيجه مباراه الضحيه مين؟ محمد مرجان، العميد محمد مرجان، لانه ضمن ان احنا هنقعد لنهايه البطوله. قال لك ده انا عمال اصلي وادعي يا رب نكسب يا رب نكسب عشان ربنا تفضلوا الصحة تفضلوا موجودين معايا. يا خبر ابيض، ان شاء الله كل خير وان شاء الله يطمئن على نتيجه المسحه الجديده لما يعملها باذن الله ونطمن على شفائه. لكن النهارده بقى الكل فضل يترقب نتيجه مسحه السيمي فاينال، ودي مسحه مهمه جدا. الحمد لله قبل التمرين، قبل ما الفرقه تتحرك للتمرين، كانت جت النتيجه انه كل اعضاء البعثه الحمد لله سلام، والنتيجه سلبيه للجميع، سلبي فيروس يعني، الحمد لله كله سليم. فبالتالي كل اللعيبه راحت التمرين النهارده، وكان ده المران الرئيسي زي ما بنقول للمباراه بقى، في التراي ماتش وفي كل الشغل التكتيكي لبيتسو موسيماني. الفرقه عملت تمرينه قويه جدا، الناس واضح ان اللعيبه كلها عطشانه تلعب كوره بعيدا عن اي ضغوط. لا وفاهمين يعني ان هم، ما هو كل واحد في تاريخه بقى لاعب بايرن ميونخ. لعبت بايرن ميونخ مباراه رسميه في كاس العالم للانديه. كما يعني حظي بهذا الشرف الجيل اللي لاعب البرازيل وعمل قدامه المباراه المبهره، فاكرينها بتاعه اللي كنا مغلوبين 3 وتعادلنا 3-3 وضرب الجزاء في اللحظات الاخيره. ادت لهم التفوق 4-3. فدي حاجات كل واحد في تاريخه بتبقى نقطة تحول يعني، أو علامة من العلامات الفارقة. نتمنى أن يؤدوا بكل حماس، بكل إبداع، بكل التزام، بكل توفيق، علشان برضو تبقى مباراة تاريخية لينا كلنا ولجماهيرنا. وعايز أقول لحضراتكم بيتسو موسيماني الحقيقة الراجل ما بيسيبش اللابتوب بتاعه من إيده، طول ما هو ماشي تلاقيه في المطعم، تلاقيه بيستنى، بتلاقيه بياخد قهوه، بيشرب حاجه، قاعد مستني، راح التمرين، راكب العربيه، في اي مكان هتلاقيه فاتح اللاب وشغال شغله لحظه بلحظه. فعايش من يمكن من امبارح بالليل لما سالناه الظهر قال لك انا هفتح صفحه البايرن بالليل، احنا هنبدا الشغل للبايرن من بالليل. فشاف ماتش بايرن وهيرتا برلين وبدا الشغل الرسمي بينه وبين ريال بايرن ميونخ. الراجل ده عنده الشغف، هذا الشغف بكرة القدم، بحب الكورة قوي، والتركيز يذكرني بالكابتن الراحل محمود الجوهري. صحيح، الذي كرس حياته لكرة القدم، راهب، ولذلك هو قيمته الحقيقية في انه ادى كرة القدم كل حياته. ايوه، فاداته. أيوة. اداته المقابل. أيوة. الراجل ده بيذكرني بهذا الشغف وهذا الاهتمام وهذا الحرص والتفاصيل والمذاكرة. وبعدين احنا يعني تأدبا ومراعاة والتزام اما نيجي داخلين المطعم ونلاقي لسه في لعيبه، انا والاستاذ ابراهيم بنطلع كده ونستنى نقعد في حته على ما يخلصوا. لكن اللي لافت نظري دائما ان في ترابيزه في اقصى ركن في الصاله الكبيره جدا عليها الجهاز الفني يستمر في مكانه، وتسمع الـ طبعا احنا مش متبينين الالفاظ ولا، لكن بتشوف ان الناس دي قاعده بتتناقش وبتتحاور زي ما بيقولوا كده عصف ذهني، البرين ستورمنج عن المباراه، وبيسمعهم وبيقف ساعات يتكلم معاهم اكنه يحاضرهم يعني. لا في يعني راجل بيحب شغله. يعني احنا لدينا مدرب يعشق كره القدم ويعشق الاهتمام بالتفاصيل بقدر تقديره لقيمه الاهلي وادراكه هو طبعاً فين؟ طبعا طبعا دي خلاص بقى يعني مسألة
مش محتاجين ان احنا نؤكد عليها، الناس كلها شايفاها ولمساها، ونتمنى له القراءة الصحيحة وانه ينقل هذا الكلام بشكل يعني سهل ومبسط للعيبة، يعني ربنا سهل.